اسمحوا لنا الاخوان. السلام عليكم، عواشكم مباركه. واليوم الثلاثاء، هابي تشوزداي فهمتي. على ما سمعت هادشي دابا اللي وقع في التواصل الاجتماعي، لان دابا كاين هجوم تاع الزملاشيين برئاسة الاستاذ زملاش. دابا تنسمع بان داك اسمو واحد اليوتيوبر، هو والزوجة ديالو المسمان بحفيد وحفيد حفيد حفيد اسمو وحفيد حفيد بن عيسى، يتنقلان الى مراكش للتضامن مع واحد يوتيوبر تيعيش فرنسا. شدوه قرقبو عليه مع الخرجه ديال مراكش، قرقبو عليه وهما جاوا باش يتضامنوا معاه، لانه هو هذا السيد هذا حتى هو زملاشي تنضم لديك الجمعيه ديال الزملاشه الخونه ديال المغرب. منهم دابا لو جاوا يعاونوا. دابا على ما سمعت بان داك النقيب ما عرفتش يقولوا ليه، وكاين شي واحد يقول لي مولاي ما هو، ما كاين لا مولاي لا والو، وشي واحد يقول لي سليمان مال سليمان شي حاجه، النقيب ديال مراكش هو تيسمي راسو مولاي سليمان. هو اللي قال لك مسكن حفيده عنده مسكنه في الوجود ديالها بمراكش للتضامن مع مرايا عمكم شي سمعتي اسمها مرايا، ما عليناش هي غير تنعس الماء، ولا اخر حفيد غير ينعس في الطوموبيله، غير ينعس في الداسيا. ايوا الانسان خصو يقتصد دي، لك النقيب ما يقدرش ينعس هي وهو دي، غير ينعس عنده وحفيد غير ينعس في السياره، ينعس في السياره ولا بغى يشكي ما عليناش. ثاني اخبار جديده عاوتاني، قالوا بان هذاك الكلب اسمه ولد الشنويه رضا شي حاجه ما عندناش، هما كاع اسمهم رضا. هذاك رضا قال لك المحامين ما بغاوش يحاميوه ولا ما بغاوش هذا، او اي وندر واي مدي. ايوا خنز بلاصتو مدي، وضعف هو المحامين ديجا واحد الجنس اللي ما يسواش المحامين. انا اقولها من هنا، القسمي هذا ما يسواش، لانهم شفار بحال الاطباء تيضامنوا بعضياتهم، الاطباء والمحامون هادو عندهم واحد الكارتيل خصنا نهرسوه. مزيان ما عندناش هذاك الشيء، نخليوه ما عندنا صحافه، نخليوه اليوتيوب الخارج، لانهم غيصوروا لنا تق 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 ما عندناش. فهمتي كيفاش قضيه؟ لان الا تكلمت عليه في المغرب غادي يعملوا لك اسمو، يعملوا لك اهانه وتشويه وتبرزيل شي وتمشي لعكاشه، لان عكاشه خاويه خصنا نعمروها. عندنا 160 مليون 160 الف سجين، 260 ولكن البيجي اللي تخرجوا هذاك اسمه هذاك الصحراوي، اش يقولوا لي ما عرفتش، يقول لي شي واحد التامك التلمة معني بحال هذاك الصحراوي، حتى هو كان سجين وكان مع منظمه البوليساريو، ولكن
الله عفى على ما سلف وهذا وعطاه المنصب ديال السجون 70 عام ومازال شاد المنصب. علاش ما نعرف. هذاك ما قالش لي البيجي ديال المحبسيه شحال، باقي نفس البيجي ما لبس بحال ما كان الساجي تياخذ فخ ديال الدجاج دابا تيقسموا لي على جوج. ها ولا تكلمتي جاي يدخل الكاشو تبقى تما العدس للجوج معايا. فهمتي ها هو دابا انت يا دابا لان خالد نشوف هذا السمي عنده العمراني وقيل سليمان العمراني هذا هو النقيب النقيب تقول له مولاي هو اللي كندعى واحد المراه يوتيوب كندعاها هذا وعاوتاني قضيه من هذيك اسمها هذيك الفنانه المنفوخه الفنانه المنفوخه لطيفه رفعت هذيك مغنية السهرات الكوكايينية هذيك قالت لهم سيدي قالت لهم على ما سمع قالت لهم هي غتعين الزملاش لان بدا ما هما كاين واحد اتحاد بين الزملاشيين بحال قلتي ديك اللي عندها عين وحده الاخباريه عمراني مع ذاك مول الجنرال فروج وذاك الصحفي الكبير اللي يتنقل عبر العالم ها هو والسلطات الامريكيه تبحثوا على من اينك هذا ودابا هو راه باقي خارج على ارضي وطني لانه عنده هو تيقول راسو بانه امريكاني عنده باسبور امريكاني وما عرفش اي مره يجريو عليه بحال عندنا حنايا غتكون ما كايناش معليش دابا هذيك غادي تعين الاستاذ ديالها هذاك اسمه شكون الزملاش غادي تعينو باش يدافع على زملاش اخر والشنويه هي قالت لك تعينو غادي تعطيه الاتعاب ديالو لانه هو مسكين النهار كله خدام من الفجر حتى العشاء تيصلي الفجر وتيصلي العشاء وعاد تيكلوز داون هي غادي هادي رفعت عندها الفلوس ديال عندها الفلوس معلم عندها الفلوس وشنو هو لان هذيك ما هذيك نجيبو هنايا تمل هذوك البرامج ديال الاطفال ما لا تضحكهم معلك معلاش تبان لي واحد شنو فهمتي مسكين الله يعفو عليها ما كملاش الزياده ديالها ما اللي ما نتكلموش عليها خلوها بوحدها هذيك هدي ولكن هادشي ما قالتوش لي هذيك نجيبه طلال نجيبه جلال ما قالتهاش ما عرفينايا هاد الايام ما تخرجش شويه تخرج فهمتي تسمعني تخرج معلاش دابا هذا الزمناش دابا هو اللي غادي يتعين لحد الزمناش فيما تدخل في شي قضيه تيقود كيما قود مع قضيه البديمي جمع مار شحال من مليون وزاد وتسبب ليه 3 شهور ديال الحبس زياده لانه هو من العباقره لما البقره ولا العباقره ديال المحاماه في المغرب انا عمري سمعت معليش فلهذا ولده هو دابا حتى هو قال لك واحد هو محامي دولي مع صحفي دولي راهما في سايبرس وولده الجاد ماشي الجاد غادي ملي كبر يولي الجاد ذاك الجاد هو اللي تيمثلو في القضيه ديال ذاك اسمه ذاك مرايا ولا مراو ولا ما هذا اللي شدوا اليوتيوب اللي شدوا مراكش هذاك دابا هو ولده هو اللي تينوب عليه هما داكشي عندهم هما باش معروفين الزملاشين بالنوبه ينوبوا عليه وهي يتنوبوا معليش شويه تنوبوا معليش اش سوق الان بلاتي وجابوا لها دابا نجيبة جلال تتكلم قالوا لها بأنها عندها شي علاقة ارتباط عندها شي ارتباط نجيبة جلال عندها ارتباط مع شي واحد يقولوا لي ما عليك سمي عنه ما لا خالد الدجال ما شي واحد لا هذاك خالد جلال هذاك خالد هذاك جرى على مو هذاك ديال انا محامي بغا يسكتوني هذاك جرى على مو من دارة ايوا مرضي الوالدين ايوا هذه دابا هذه اسمها نجيبه جلال شو واحد يقول لي حمزه شو واحد حمزه هو اللي عنده علاقه جنسيه ايوا هي بغات تعمل العالميه هي بغات تولي هي دي هذوك في القناه ديالها تولي العالميه مليح ودابا قال لك ان دابا دخلت في شي علاقه اكسترا
اكسترا ماريتو اكسترا ماريتو ديال نيكاح نيكاح ماني ماشي تقول هادشي ما بقاش نتكلموا هو هادشي اللي كاين. مولاي سليمان العمراني مولاي سليمان العمراني وحفيد وحفيده راهم راهم تنقلوا الى مراكش لمساندتي لمساندتي مش المسند لا لا الاخرى لمساندة مرايا اليوتيوب مرايا هذاك ولا قحبه اللي قنا الباطمه اللي كان تصور في المحكمه مع ديك الدري ما نقولش سميتها وقيلا دخلوها الحبس ما نعرفش شي وحده شي شي ما عرفتش تدير لك شي تتبيع تتبيع لك التان ومرات تبيع الحوايج باش تقرا فيها ما عرفتش هو هادشي هادشي اللي كاين ما كاين علاش نتكلموا هو هذا صافي هادي هذا صافي هادشي هذا لان هذيك تسمى لان هذيك تسمى تشهرات تشهرات تسمى هذيك لطيفه ماشي لطيفه حفيده 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 بن عيسى حفيده بن عيسى سمو ولا ما سبوا ولا ماش هذيك تشهرات لان راجل هو شهره صور ليها المؤخره ديالها وتلقى تلقى في السماء في التواصل الاجتماعي الباح ما وريتكمش الباح شنو هو هذاك اسمو ما وريتش الباح نوري لكم شوفوا ها هو هذاك اسمو يلا دوك الدراري ديال العين ديال اللي قالوا لي تهموهم با 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 تهموهم بتويزا هو لو بروسي فيربال هو لو بروسي فيربال وعندي الفوتوكوبي ديالها راه واقيلا شتو عندك اسمها خوتي المغاربه داروا ليها وما داروا لها هذيك هذيك درت الباح درت انا الباح ما صورته لكم علاش لان فيه 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 بزاف الخدمه لان البوليسي اسمه ماشي حاجه غارديان دو لا بي وهي اسمها فيليكس 16 بالانجليزيه ولكن هي سميتها فيليكس 16 زيد في 1900 تاي بحالي هي زيد في زيد في ديسمبر وانا زيد في ديسمبر زيد في 97 في الكنزيام كنزيام لا كنزيام كنزيام قال لك هي قالت جوريست جوريست اسمي الحرفه ديالك هادشي اللي قالت هي ما نقولش لكم في ساكنه لان ماشي لا وهادي شنو انا عندي هنا هادي 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 الفرنساويه هادي بغيت نقول لك السميه ديال هنايا هنايا هي تروازيام ديستريكت دو بوليس جوديسيال 114 افينيو دي مين باري شي حاجه هو هذاك ولافير سي اكس بوفون اتر بنيس كامل اوبجي كومبليمون دو بلانت دو اكتبوا لي مدام مدام فيليكس 16 هادو هادي السيده اللي تهمتهم داروا لها تويزا وما بقات عاقله على والو ومشى عند السيكاتريست اللي هذاك مشي عند شي طبيب ديالي يقلب لها الداخل ديالها هذاك الشيء ما مشاش ما مش سخنا هذا المشكل هذاك المشكل ديال العين ديال يخليو بعضياتهم دي ولكن جاتني شي اخبار واحد الدري قال لي داك صاحبك داك صاحبك اسمه نسيت سميتو والله ما كنت عاقل على سميتو شنو اللي كيعيش في شيكاغو اسمه قال لك اسمه هشام صلحي قال لك كان يتزوفر مع باه مع الدراري هذوك هو كان يتزوفر معاهم ملي كان صغير هذاك راه مدوز هذاك هشام صلحي هاك انت هو كان زوفري زوفري قال لك هذا قال لي الدراري قال لك هذاك هشام صلحي راه كبر مع باوتهم في تزوفير تزوفير ساعة عفا لهم الله هو كيما قال لهم ديك واحد القضيه مع شي فيديو قال لهم عزيز عليه الغبره تعزيز عليه المعجون معليش فلي هذا ما نطولش عليكم بزاف لاني تابع الطريق جاني واحد الميساج سمحوا لي نقرا الميساج اخوان غنمشي هنا كتبوا لي الميساج خوك مات هو هذا غنسوس السلام عليكم سمحوا لي